السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس دورة الوداد في تعلم النحو العربي. واليوم إن شاء الله ندرس درسا جديدا وهو درس أسماء الاستفهام. جيد، ندرس اليوم إن شاء الله درس أدوات الاستفهام. جيد، طيب، في البداية كما نفعل دوما نعرف الموضوع الذي ندرس فيه ثم نتناول الأقسام والأنواع الموجودة في هذا الموضوع. طيب، درس أسماء، أو الأفضل طبعا أن نقول أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام، طيب، أدوات الاستفهام هل الصورة واضحة؟ طيب، لحظة واحدة. طيب، أظن الآن الصورة واضحة. جيد، طيب، أدوات الاستفهام. طيب، ما هو الاستفهام؟ ما هو الاستفهام؟ كثيرا ما نجد في اللغة تراكيب تبدأ بألف سين تاء، ألف سين تاء، ثم يأتي بعدها بعد ذلك مثلا كلمة أو بقية كلمة، فنقول مثلا عندي استفهام. جيد، استخراج. جيد، مثلا استقبال. جيد، طيب، ما هو الفعل من الاستفهام؟ الفعل هو فهم. من استخراج خرج، من استقبال مثلا نقول قابل. جيد، طيب، إذا ما معنى هذه الإضافة؟ ما معنى هذه الإضافة؟ هذه الإضافة تدل على طلب الشيء. فعندما أقول استفهام يعني طلب الفهم، استفهام أي طلب الفهم، استخراج طلب الخروج. جيد، استقبال طلب المقابلة. جيد، فهذا معنى إضافة ألف سين تاء، هي تدل على طلب الشيء. فعندما نقول استفهام يعني طلب الفهم، طلب الفهم. إذا الاستفهام في اللغة العربية الاستفهام في اللغة العربية معناه الاستفسار، الاستفسار عن شيء لا يعلمه الإنسان. جيد، هو الاستفسار عن شيء لا يعلمه الإنسان. طيب، سواء للتصديق أم للتصور. جيد، بأدوات مخصوصة، هذا معنى الاستفهام. الاستفهام هو الاستفسار عن شيء لا يعلمه الإنسان، سواء كان هذا الاستفسار القصد منه تصديق الشيء أو تصور الشيء بأدوات مخصوصة.
هذا هو معنى استفهام، هذا معنى استفهام. جيد؟ طيب، إذا أنا لا أعلم شيئا فإنني أستفسر عنه، فإنني ماذا؟ أستفسر عنه أو أستفهم عنه. طيب، قلنا أدوات الاستفهام. ما هو الاستفهام في اللغة العربية؟ الاستفسار عن شيء لا يعلمه الإنسان، سواء أكان ذلك للتصديق أم للتصور، بأدوات مخصوص. طيب، الجزء الأول من التعريف هو متى نستفسر؟ عندما نحتاج إلى معرفة شيء أو إلى إزالة الغموض عن شيء أو تصديق شيء أو تصور شيء، وهذا هو الجزء الثاني من التعريف، التصديق والتصور. جيد؟ التصديق يعني الاستفسار عن شيء يحتمل الصدق أو الكذب. جيد؟ فأقول لك هل أنت مصري؟ جيد، هل أنت مصري؟ فتقول نعم، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. جيد؟ طيب، فهذا يحتمل التصديق أو الكذب، فهنا أنا أريد التصديق، تصديق الشيء. لكن عندما أقول لك مثلا كيف أصبحت، هل هذا السؤال للتصديق أم للتصور؟ السؤال هنا للتصور. جيد؟ أنا أريد أن أتصور كيف أنت أصبحت. جيد؟ فهذا الفرق بين التصديق والتصور. إذا الاستفهام يقصد به إما التصديق وإما التصور. طيب، بأدوات مخصوصة، ما هي الأدوات التي تستخدم للاستفهام؟ هذا هو ما سندرسه اليوم إن شاء الله تعالى. جيد. طيب، نرجو ألا يعني ندخل في تعليقات خارج موضوع الدرس حتى لا ننتهي، بارك الله فيك. طيب، إذا بناء على هذا التعريف فهناك شيئان، هناك شيئان. طيب، أغراض الاستفهام، عندي كما قلنا شيئان. جيد؟ ها، تصديق أو تصور. طيب، هل نفهم الفرق بين التصديق والتصور الآن؟ هل الفرق واضح بين التصديق والتصور؟ أظن نعم. تصديق يعني السؤال عن شيء يحتمل الصدق أو الكذب، لكن التصور إذا أتخيل أو أتصور كيف كان هذا الأمر، كيف حدث، أين حدث. جيد؟ فليس المقصود منه التصديق. طيب، ما هي الأدوات التي نستخدمها للتصديق؟ ما هي الأدوات التي نستخدمها للتصديق؟ نستخدم للتصديق، جيد، الهمزة تأتي للتصديق. جيد؟ طيب، وهل أيضا تأتي للتصديق، الهمزة وهل تأتيان للتصديق. طيب، ما الأدوات التي تستخدم للتصور؟ هنا سنقول أدوات، يعني حتى عندما كتبنا عنوان الدرس قلنا أدوات الاستفهام ولم نقل أسماء الاستفهام، لأن لها تقسيما آخر سنعرفه. طيب، ما هي الأدوات، أدوات الاستفهام التي نستخدمها للتصور؟ عندي أيضا الهمزة وبقية الأدوات التي سندرسها الآن، التي سندرسها الآن. إذا هذا يعني هذا هو الفرق الأول بين الهمزة وهل، أن الهمزة تأتي للتصديق وللتصور، لكن هل تأتي للتصديق فقط، لا نستخدم هل للتصور، إنما ممكن تأتي الهمزة للتصديق ولا وللتصور. طيب، سنعرف هذا الآن. إذا هذا التقسيم الأول، تصديق وتصور، تصديق الهمزة وهل، تصور الهمزة وبقية أدوات الاستفهام التي سندرسها الآن. طيب،
هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني سنقول نوع الأداة. نوع الأداة من حيث ماذا؟ من حيث هي اسمية أم حرفية؟ لأنه أدوات الاستفهام تنقسم إلى حرف أو اسم، وننتبه من هذا جيدا. ما هي أدوات الاستفهام التي تأتي حروفا؟ عندي أداتان اثنتان فقط، وهما الهمزة وهل. جاي الهمزة وهل. الهمزة وهل. طيب أنا لي رجاء، يعني بارك الله فيكم، أي سؤال في جزء معين من الدرس نرجو أن نجعله في آخر المحاضرة، لأنه غالباً الأسئلة التي تسأل نجيب عنها في نهاية المحاضرة أو في خلال المحاضرة، خلال الشرح. نسأل أسئلة هي أصلاً من صلب الموضوع الذي ندرسه، فيعني نرجو ألا حتى لا نتشتت ونشتت السادة الزملاء. أي سؤال في رأس الزميل الفاضل، انتظر حتى ينتهي الشرح، ربما تجد الجواب. إن لم تجد الجواب فاكتب يعني السؤال في أوراق ثم نسأله في آخر المحاضرة. طيب جيد. اسم، وهي بقية الأدوات، وهي من، ما، متى، كيف، أين، أيان، أي. جيد. من، ما، متى، كيف، أين، أيان، أي، ولماذا. هل نسينا شيئا من أدوات الاستفهام؟ وعندي أيضا طبعا كم. جيد. كم، وعندي ماذا. جيد. ماذا أيضا من أدوات الاستفهام. ماذا بقي؟ طيب هذه أدوات الاستفهام. حرف الهمزة وهل. اسم، من، ما، متى، كيف، أين، أيان، أي. جيد. لماذا، وكم، وماذا. جيد. طيب ممتاز. إذن هذه أدوات الاستفهام التي نستخدمها في اللغة العربية. طيب هذا هو التقسيم الثاني. طيب سنأخذ آخر تقسيم ثم نبدأ في تفصيل الكلام عن أدوات الاستفهام وكيف نعرف أدوات الاستفهام طبعا ومعانيها أيضا. طيب نوع الأداة من حيث الإعراب والبناء. النوع الأول قلنا من حيث الإسمية والحرفية، لكن هنا من حيث معرب ومبني. طيب نحن قلنا إنه أدوات الاستفهام في البداية قلنا أنها من المبنيات، نعم، لكن هناك استثناءات، كما استثنينا هذان وهاتان من أسماء الإشارة، واللذان واللتان من أسماء الموصولة. أيضا هنا معنا أي. جيد. أي هذا معربة، هذا الاسم معرب، فتتغير الحركة في آخر، أقول أي أي أي. جيد. لكن مبني بقية الأدوات. تمام. إذن المعرب الوحيد من أسماء الاستفهام أي. جيد. بقية الأدوات مبنية. جيد. إذن قلنا التقسيم الأول، قلنا أغراض الاستفهام تصديق وتصور. التصديق نستخدم الهمزة وهل. التصور كل الأدوات ما عدا هل. التقسيم الثاني نوع الأداة من حيث الإسمية والفعلية.
والحرفية اسم وحرف. قلنا الهمزة وهل حرفان، بقية الأدوات أسماء. طيب النوع الثالث أقسام أو نوع الأداة من حيث الإعراب والبناء، وقلنا عندنا اسم واحد معرب وهو أي، وبقية الأدوات مبنية. طيب نبدأ في الحديث عن أدوات الاستفهام. طيب طبعا نحن نحاول ألا ندخل في يعني في خلافات كثيرة، لأننا لو دخلنا في باب الخلافات لن ننتهي، لن ننهي بابا نحويا يعني. جيد، فنحن نحاول ان احنا ندرس النحو بطريقه بعيده عن الخلافات وبعيده عن هذه الامور التي تعقد الدراسه. هل الصوت واضح؟ طيب النوع الاول وهو هل. جيد، هل. طيب هل هذا اسم او فعل او حرف؟ قلنا ان هل هذا حرف. طيب مبني او معرب؟ مبني، ممتاز. طيب لماذا نستخدم هل؟ يستخدم للتصديق. يستخدم لأي شيء؟ يستخدم للتصديق، يعني أنا أريد أن أسأل عن شيء، هذا الشيء يحتمل التصديق أو الكذب، يحتمل التصديق أو الكذب، فأقول هل أنت أو هل أنتما طالبان؟ هل أنتما طالبان؟ فالسؤال هنا عن تصديق الشيء، أنتم طالبان أو لا. جيد، طيب الأداة الثانية الهمزة، سندرس الهمزة مع هل لأن بينهما مشتركات ومختلفات فسندرسهما سويا. طيب الهمزة حرف مبني، طيب يستخدم لأي شيء؟ يستخدم للتصديق والتصور. يستخدم لأي شيء؟ للتصديق وللتصور. طيب كيف للتصور؟ تصديق أظن يعني عرفنا المقصود بالتصديق. طيب التصور كيف نستخدم التصور؟ نقول مثلا أنتما طالبان، هذا للتصديق. طيب للتصور أقول أمحمد جاء أم علي؟ جيد، أمحمد جاء أم علي؟ جيد، طيب أفي الدار أنت أم في الجامعة؟ أفي الدار أنت أم في الجامعة؟ طيب إذن الخلاف الأول بين هل والهمزة أن هل تستخدم للتصديق فقط، الهمزة تستخدم للتصديق والتصور. يعني لو رجعنا ودرسنا كده الفروقات أو الاختلافات بين الهمزة وهل، هذه تحتاج محاضرة كاملة. جيد، طيب أيضا الهمزة يأتي معها أم، وأم هذه لا تأتي مع هل، أم لا تأتي مع هل إلا في حالة واحدة، ويعني لن نتحدث عنها حتى لا نشتت الأمر، لكن أم لا تأتي إلا مع الهمزة، فنقول أمحمد جاء أم علي،
محمد جاء أم علي؟ طيب نريد أمثلة من القرآن الكريم مع هل والهمزة. أمثلة من القرآن الكريم مع هل والهمزة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ نعم هنا استخدمنا أم. جيد. طيب هل أتاك أفي الله شك؟ هل يستويان مثلا؟ جيد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أإله مع الله؟ ممتاز. طيب أسأل نفس السؤال ثانية. السؤال الصوت واضح أو يوجد فيه مشكلة؟ يعني أنا أريد الأغلبية. صوت واضح مسموع جيدا أم لا؟ طيب إذا من يشتكي من ضعف الصوت ربما لديه المشكلة، ربما لديه مشكلة. طيب الإعراب، إعراب الهمزة وهل. طبعا خلاص الهمزة وهل نعرف أنهما حرفان، فإعرابهما يعني سهل لا يوجد فيه صعوبة. جيد. مثل إعراب الحروف مباشرة، نحن درسنا قبل ذلك في البداية قاعدة إعراب الحروف، فسنقول هل مثلا هذا حرف، حرف ماذا؟ بعد كلمة حرف قلنا نذكر نوعه، حرف استفهام، حرف جر، حرف عطف، فنقول هنا حرف استفهام. له إعراب واحد فقط دائما، أي حرف له نفس الإعراب هذا، فهنا نقول حرف استفهام. لو أنه مثلا بي سنقول حرف جر، لو واء سنقول حرف عطف. طيب حرف استفهام هل هو مبني أو معرب؟ مبني. طيب مبني على ماذا؟ مبني على هل، الحركة الأخيرة سكون. جيد. فنقول مبني على السكون. طيب هل له محل إعرابي؟ يعني هل ممكن يكون مبتدأ، خبر، فعل، فاعل مثلا مفعول به؟ لا، فلذلك نقول حرف استفهام مبني على السكون. جيد. لا محل له من الإعراب. جيد. لا محل له من الإعراب. طيب نعم كذلك أيضا الهمزة آ، سنقول حرف استفهام مبني على ماذا؟ آ مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. آ. جيد. أيضا لا محل له من الإعراب. وبعد ذلك نعرب الجملة بشكل طبيعي جدا، عندما نقول هل أنتما طالبان، كأن هل هذه ليست موجودة، هي فقط جاءت لغرض معنوي وهو الاستفهام. جيد. يعني لو أنني حذفت هل، جيد، فأقول أنتما طالبان، هذا يتوقف على نبرة الصوت، نبرة الصوت، فقد يكون غالبا يستخدم للخبر فنقول أنتما طالبان، خلاص هذا خبر. لكن عندما نضع هل، جيد، عندما نضع هل فهذا يدل دلالة معنوية على أن الغرض هو الاستفهام. جيد. فبعد ذلك أنتما هذا ضمير سيكون في محل رفع مبتدأ، وطالبان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. طيب إذا هذا الحديث عن هل والهمزة. قلنا مع هل، مع الهمزة تأتي أم، محمد جاء أم علي. جيد. لكن لا أستطيع أن أقول هل محمد جاء أم علي، لا لا لا، فقط أقول هل محمد جاء. جيد. هل محمد جاء فقط. إذا أردت أن أستخدم أم سأقول هل محمد جاء أم علي. جيد. طيب كما قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا
أم السماء؟ أم السماء بناها؟ جيد؟ طيب النوع الثالث أو الأداة الثالثة من أدوات الاستفهام وهي من. ننتبه في الإعراب لأنه كل الموضوع سيكون في الإعراب. جيد، فنقول من طيب أستاذ شيماء أعطي ما المشكلة؟ نعم قسمنا أدوات الاستفهام إلى اسم وحرف، ما المشكلة؟ طيب من هذا يستخدم اسم استفهام، اسم مبني للسؤال عن العاقل، هذا معناه اسم استفهام مبني للسؤال عن العاقل. طيب أريد أمثلة من القرآن على اسم استفهام من، ولنعلم أن من هذه تأتي شرطية، تأتي شرطية ودرسناها قبل ذلك في الضمائر، درسناها في الضمائر، إذن لها ثلاثة معاني، ممكن تأتي ضميرا أو اسم استفهام أو اسم شرط. درسنا الضمير وعرفنا متى يكون ضميرا، وهنا إذا جاءت في سياق السؤال فهي استفهامية. طيب لا أستاذ صفاء، هل من خشي الرحمن بالغيب هل هذه استفهام؟ لا طبعا ليست استفهام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فمن يأتيكم بضياء؟ ممتاز. من أضل ممن هو في ضلال بعيد؟ من أضل ممن هو في ضلال بعيد؟ طيب من استفهامي لأن جاءت في بداية الجملة فدلت على الاستفهام ومن سياق الكلام فهي استفهام، ثم يأتي بعد ذلك ممن أصلها مين من، فمن هنا جاءت ماذا؟ ضمير، هذا استفهام اسم استفهام وهذه جاءت ضميرا. نعم أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ممتاز، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ جيد ممتاز. طيب كيف نعرب اسم الاستفهام من؟ وننتبه لأنه هو كل الكلام في أسماء الاستفهام على إعرابها غالباً، نحن نعرف الأدوات ونستخدمها بشكل عادي وبشكل صحيح، لكن المشكلة تكون في الإعراب. طيب من يكون لها أربعة إعرابات في أربعة أحوال مختلفة؟ يكون لها ماذا؟ أربعة إعرابات في أربعة أحوال مختلفة. ليه؟ فمحتاجين كده إيه؟ نركز بارك الله فيك. نعم أولا تأتي مبتدأ وتأتي خبر. جيد، تأتي ماذا؟ مبتدأ وتأتي خبر. جيد، وتأتي مفعول به وتأتي مجرور، اسم مجرور. جيد، وتأتي اسم مجرور. في قاعدة كده بتجمع أسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام، قاعدة مهمة جدا، وهي أن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة. لها ماذا؟ حق الصدارة. ما معنى لها حق الصدارة؟ يعني لا تأتي إلا في بداية الجملة، لا تأتي إلا
في بداية الجملة. ولماذا؟ لأنه قلنا أدوات الاستفهام تحول معنى الجملة من خبر إلى استفهام. فلو أنني قلت أنت طالب، فعندما سمعت الجملة خلاص عرفت أنه إخبار. لكن بما أن الجملة استفهام فتقدمت هل، جيد، حتى نعلم أن الغرض من الجملة هو استفهام، الغرض من الجملة استفهام، فقدمنا أدوات الاستفهام دائما حتى يدل الكلام على استفهام من بدايته. فلا يصح أن أقول طالب أنت هل، هذا غير صحيح، هذا غير، لأنه حتى يعني عندما قلت أو مثلا أنت طالب هل هكذا، أنت عندما قلت أنت طالب حتى هنا كل هذا خبر، جيد، يعني يقع الكلام في خلط. فنقدم أدوات الاستفهام حتى يفهم الغرض من الكلام. إلا في حالتين، إلا في حالتين لا تأتيان في بداية الجملة حكما، يعني حكما لا تأتيان في بداية الجملة لكن معنا هي أيضا في بداية الجملة. نقول إلا إذا، واحد، الحديث الآن عن صدارة أدوات الاستفهام. طيب قلنا أدوات الاستفهام لها حق الصدارة، تأتي دائما في أول جملة، إلا في حالتين، جيد، إلا في حالتين، واحد، جملة بحرف جر، جيد. فمثلا أقول بماذا تكتب، بماذا تكتب، بكم تبيعني هذا القلم، فهي لم تتقدم حكما، يعني في الكلام سبقت هنا بحرف جر، لكن في المعنى أيضا هي متقدمة معنويا، جيد. فيفهم أيضا من هذا أنه أن الغرض هو الاستفهام. اثنان، كانت مضافا إليه، كانت الحالة الأولى إذا جرت بحرف جر، الحالة الثانية إذا كانت مضافا إليه مثل ماذا؟ مثلا أقول كتاب من هذا، لا لا ليس هذا، لحظة، لو أنني مثلاً قلت في هذه الجملة كتاب من اشتريته، جيد، كتاب من اشتريته، هذا استفهام، جيد. ف لم تتقدم من لأنها مضاف إليه، لكن المقصود بالجملة هو الاستفهام، أسأل عن الكتاب، كتاب من، جيد. طيب في هاتين الحالتين لا تتقدم أدوات الاستفهام، لكن فيما دون ذلك فهي متقدمة وتأتي في بداية الجملة. طيب إذا نقلنا حالات إعراب من، من اسم مبني للسؤال عن العقل. طيب متى تعرب مبتدأ؟ متى تعرب من مبتدأ؟ جيد، إذا جاء بعدها فعل لازم، إذا جاء بعدها ماذا؟ فعل لازم، أو فعل متعد له مفعول. نفهم الحالة، هذه الحالة جيدا جدا، متى يعرب
اسم الاستفهام من مبتدا انا، يعرض مبتدا انا اذا جاء بعدها فعل لازم او فعل متعد له مفعول، او فعل متعد له مفعول. مثل ماذا؟ اقول مثلا من جاء، من جاء، هذا سؤال جاء بعده ماذا؟ فعل لازم. طيب، او ممكن اقول من اكل اللحمة، من اكل اللحمة. في الحالة الاولى جاء اسم استفهام من بعده فعل لازم، فجاء هذا فعل لازم. وفي الحالة الثانية جاء اسم استفهام من وبعده فعل له مفعول. جيد، فعل اكل له مفعول، مهم جدا، لانه اذا لم يكن المفعول موجودا ستعرض من اعرابا مختلف. جيد. طيب، اريد امثلة على الحالة الأولى، وهي أن تعرب من مبتدأ. أريد أمثلة سريعة. من القرآن مثلا، أو جمل ننشئها. من كتب الدرس؟ من جاء بالحسنات؟ لا، حضرتك تقصدين هذه الجملة أو الآية في القرآن؟ لا، الآية في القرآن من جاء بالحسنات فله خير منها. هذا ليس استفهام. من خشي الرحمن بالغيب أيضا ليست استفهاما. من قرأ الدرس؟ جيد، من قرأ الدرس؟ هذا صحيح. من خشي الرحمن بالغيب اسم موصول بمعنى الذي. من ذهب؟ من ذهب؟ نعم، لأن ذهب هذا فعل لازم، فعل لازم، فهنا في هذه الحالة تعرض مبتدأ. طيب، متى تعرض خبرا؟ إذا جاء بعدها اسم، وهنا سنقول خبر ماذا؟ مقدم. خبر مقدم، إذا جاء بعدها اسم فإنها تعرب خبرا مقدما. جيد، كيف نعرب الفعل اللازم؟ سنقول مثلا من جاء، جاء هذا فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية جاء، لأن طبعا جاء هذه جملة، الخبر هنا جملة، والجملة الفعلية جاء جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ من. وكذلك هنا من هذا المبتدأ أكل اللحمة، هنا هذه جملة خبر وقعت في محل رفع خبر. طيب، في الحالة الثانية متى تعرب من خبر مقدما؟ إذا جاء بعدها اسم. فعندما أقول من أنت، أصل هذه الجملة أنت من، من أنت هذه أصلها أنت من، لكن لا يصح أن أقول أنت من، لأن قلنا القاعدة التي ذكرناها أن الأسماء الاستفهام لها حق الصدارة. جيد، فلذلك في هذه الحالة إذا جاء بعد من اسم فإنها تعرب مبتدأ خبرا مقدما وجوبا، معذرة. طيب، مثل ماذا أيضا أقول من الذي فاز بالجائزة؟ هذا سؤال. جيد، من الذي فاز بالجائزة؟ فمن هنا جاء بعدها اسم. جيد، وهذه جملة طبعا جملة صلة الموصول، فأصل الجملة الذي فاز بالجائزة من، فكان الأصل أن نقول هكذا، أن تكون من متأخرة، لكنها قدمت بناء على القاعدة التي ذكرناها، وهي أن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة. جيد، تمام.
فمن هنا تعرب خبرا مقدما وجوبا. لماذا نقول وجوبا؟ لانه لا يجوز تاخيرها في هذه الحاله. عندما نبدا ندرس المبتدا والخبر سنعرف ان الخبر يقدم وجوبا ويقدم جوازا. فيقدم وجوبا في هذه الحاله اذا كان اسم اذا كان الخبر اذا كان الخبر له حق الصداره مثل الشرط واسماء الاستفهام. طيب متى يعرب مفعولا به؟ طيب هل ممكن نذكر مثلا امثله على وقوع من في القران الكريم او في جمل ننشئها وتقع خبر مقدما؟ امثله. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ نعم هذه استفهاميه ممتاز. من الذي جاء او فاز؟ طب احنا عايزين نركز بس يا استاذ شيماء فيما ندرسه الان. الاعراب ده هياخدنا لسكه ثانيه تمام. احنا عايزين بس لكن احنا بما اننا درسنا الذي زي اسم موصول سنعرف، لكن محتاجين احنا نركز بس فيما ندرسه. من هنا اسم، سنكتب اعرابات الان ونفعل امثله ان شاء الله. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا. الذي مبتدا او نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر وجوبا. مبتدا مؤخر وجوبا. طيب فاز بالجائزه، كل هذه طبعا جمله، فاز فعل ماضي، الفعل ضمير مستتر تقديره هو، الباء حرف جر، الجائزه اسم مجرور، فاز بالجائزه جمله صله الموصول لا محل له من الاعراب بس. خلاص انتهى الامر. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم استفهام ايضا. اين السكون المقدر بسبب التقاء الساكنين؟ حضرتك تقصدين يعني عندما نقول من الذي؟ نعم احسنت جيد. من الذي؟ في هذه الحاله طبعا جاء بعد من الف لام يوجد سكون، فسنقول من الذي فاز بالجائزه جيد. فسنقول هذا مبني على السكون الكسر جيد، او مثلا مبني على السكون وحرك بالكسر. مبني على السكون وحرك بالكسر. مبني على السكون وحرك بالكسر بالتقاء الساكنين. طيب وقيل من راق؟ نعم جيد يعني نعم احسنت، لكن هذه في الحاله الاولى وهي مبتدا من راق. جيد. متى تعرب من مفعولا به؟ متى تعرب من مفعولا به؟ طيب ننظر في الحاله الاولى، قلنا اذا جاء بعدها فعل لازم ستعرب مبتدا، او فعل متعدي له مفعول ستعرب مبتدا. طيب اذا جاء بعدها فعل متعد ليس له مفعول، طيب من اين ناتي له بمفعول؟ جيد. اذا جاء بعدها فعل متعد ليس له مفعول، فاقول في هذه الحاله اذا جاء بعده اسم، طبعا نقول بعده، طيب إذا جاء بعده فعل ليس اسما، فعل متعد ليس له مفعول. إذا جاء بعده فعل متعد ليس له مفعول، مثل ماذا؟ عندما أقول من رأيت؟ من رأيت؟ طيب هنا الفعل رأيت، الفعل موجود رأى، والفاعل موجود هو التاء، لكن أين المفعول به؟ غير مذكور. فماذا نفعل؟ سنعرب في هذه الحالة أستاذ أماني، في هذه الحالة من رأيت؟ من ضربت؟ من ضربت؟ أصلها ضربت من؟ رأيت من؟ مثلا عندما نقول من أكلت؟ نقول أكلت من؟ طبعا جملة مش صح.
غير مذكور، يعني عندما يكون غير مذكور في الجملة زيد. طيب فهنا من هذه اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، وأصلها رأيت من، رأيت من. طيب أريد مثالا، أريد مثالا من القرآن أو ننشئ جملة، يعني أتمنى أن يشارك الجميع. مثال على وقوع من مفعولا به، من علمته، من علمته، نعم ممتاز. أين حفاظ القرآن؟ حضرتك عايزة تمييز الفعل المتعدي عن الفعل اللازم، لا ده درس آخر سندرسه وحده إن شاء الله. من زرته، هذا درس سندرسه يا أستاذة شيماء إن شاء الله. لكن غالبا يعني غالبا مش هندرسه الآن. الله يكرمك. من قتلته، ما شاء الله، نعم قتلت من. لكن هو عموما يا أستاذة شيماء معرفة اللازم والمتعدي دي بتأتي من خلال الخبرة، الخبرة في التعامل مع اللغة، يعني تلقائيا كده بتعرف الفعل ده لازم ولا متعدي، تلقائيا من خلال كثرة التعامل مع اللغة والقراءة في اللغة تعرفين أن هذا الفعل هل هو متعدي أو لازم. من محاربة وتماثيل، طيب يا أستاذة يعني إحنا يعني المفروض أننا في مرحلة لا يعني نحتاج أن نقول أن هناك فرق بين من ومن، من ومن، جيد. فعندي من حرف جر، من، لكن من اسم استفهام أو اسم موصول أو اسم شرط أو ضمير، جيد تمام. نعم برضو من محاربة وتماثيل هذه حرف جر، جيد. طيب عايزين أمثلة جمل، احنا معانا عدد كبير ما شاء الله، ففين يعني عايزين جمل الله يكرمكم. من كتبت، ازاي بقى يعني كيف تكون هذه الجملة؟ هو انا ممكن اكتب شخص، من راسلت ممكن، لكن من كتبت كيف؟ من تراسل، ممتاز. طيب ممتاز، من رشحت، من كتبت ممكن، لكن من كتبت لا، من كتبت. طيب فهمنا هذه الحال، فهمنا هذه الحال، جيد. من مثلا نقول هنا من أكلت، صح كده؟ من أكلت ولا إيه؟ طيب ماذا نفعل في هذه الجملة حتى تكون صحيحة؟ هي طبعا صحيحة في اللغة في الحروف لكن في المعنى، طب ماذا نفعل لو يعني ماذا نفعل في هذه الجملة حتى تكون صحيحة معنى ويعني استخداما عنها؟ أكلت من؟ يعني لا أنا أريد بهذا الله طبعا مشدد، نفعل شدة هنا على الفعل، أقول من أكلت، أقصد على الكاف معذرة، أكلت، لأنه التضعيف هذا يستخدم في نقل الفعل من المتعدي إلى اللازم، أقصد من اللازم إلى المتعدي، أو من المتعدي لمفعول واحد إلى المتعدي لمفعولين، جيد. فهنا غير الفعل عند بدل أن أقول من أكلت، من أكلت، جيد، من أكلت الفقيرة أو المحتاج. طيب ممتاز، شدة وفتحة على كده، نعم نعم ممتاز. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة والأخيرة، اسم مجرور إذا جاء
أو إذا سبق بحرف جر. جيد، إذا سبق بحرف جر أو اسم، فنقول بمن تقتدي، بمن تقتدي. جيد، خلاص دخل حرف الجر، فيعني ايه لمن تقرأ؟ نعم، لمن تقتدي؟ مثلا نقول كتاب من هذا، كتاب من هذا. جيد، عن من تسأل؟ ممتاز، جيد. نعم، فهنا سنقول كتاب من اشتريته، كتاب من اشتريته. فهنا اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهنا اسم استفهام مبني على السكون في محل جر اسم مجرور لأنه سبق بحرف الجر. جيد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. لا، هنا من هنا جاءت ضمير، إن ربك هو أعلم بالذي ضل عن سبيله. جيد، بالذي ضل عن سبيله، فهي هنا ضمير وليست استفهاما. جيد، هذه حالات إعراب من نريد أن ننتهي منها و ننتقل إلى الاسم التالي حتى لا يضيع الوقت. طيب، عندي ما أربع، ما وماذا؟ سؤال عن غير العقل، سؤال عن غير العقل. طيب، من، ما وماذا؟ هذا نسأل به عن غير العقل، وحالات الإعراب هنا نفس حالات الإعراب التي درسناها مع من؟ تكون مبتدأ أو خبر أو مفعول به أو اسم مجرور. جيد، طيب السؤال هنا ما الفرق بين ما وماذا؟ جيد، يعني تكلم العلماء في مسألة هل كلمة ماذا أصلها ما زائد ذا أم أصلها كلها هكذا ماذا كلها، يعني ماذا إجزاء اللي هي اسم موصول. جيد، يعني العلماء اختلفوا في هذه القضية ولن يعني تحدث مشكلة في هذا، فنعرف ماذا كلها إعراب واحد، وما كلها طبعا ما هي يعني لا يوجد فيها خلاف، لكن ماذا نعربها كلها اسما واحدا ولا نفرق بين ما وذا، لا نفرق فنعتبرها كلها اسما واحدا. طيب، فقلنا هي ممكن تكون مبتدأ، ممكن خبر، ممكن مفعول به، وممكن تكون مجرورة. طيب، أمثلة، أريد أمثلة على الحالات سواء معنا أو مدى. قلنا أنه خلاف، يعني خلاف في هذه المسألة لا يوجد فيه مشكلة، علماء قالوا أنها فعلا تتكون من ما زائد ذا، وعلماء قالوا هي ماذا كلها هكذا، فلا مشكلة، يعني لا نبحث عن
ما يتعبنا، سواء عرفتي بالتفصيل او بكلها اسما واحدا لا مشكله فيها، لكن الايسر ان تعرفيها اسما واحدا. طيب اريد يعني امثله على وقوع ما مبتدا. ما هي الحاله التي تقع فيها ما مبتدا؟ كما تكلمنا عن من، قلنا ماذا اذا جاء بعدها؟ ماذا تفعل؟ طيب ماذا تفعل؟ ما رأيكم وقعت في أي محل؟ يعني هل هي مبتدأ أو خبر أو مفعول به أو مجرورة؟ مفعول به، جيد، لأنها وقع بعدها فعل متعدي. ماذا تفعل؟ أصلها تفعل ماذا؟ جيد، فهنا نقول ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يعني أصلها تفعل ماذا؟ لأن الفعل غير مذكور. طيب متى تكون خبر؟ عندما مثلا نقول خبر مقدم، نقول ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أصله هذا من؟ هذا ما؟ جيد؟ ماذا تنبت الأرض؟ مفعول به، أصله تنبت الأرض ماذا؟ ماذا يحدث؟ نعم هنا وقعت مبتدأ، ماذا يحدث؟ لأنه جاء بعدها فعل لازم، فعل جاء بعدها فعل لازم. جيد، ما الذي صنعته؟ ما الذي صنعته؟ ممتاز، ما الذي أو ما، نعم ما الذي صنعته؟ لأنه هذا خبر مقدم، الذي صنعته كلها هي المبتدأ المؤخر وجوبا. بماذا تلعب؟ ممتاز، أو ممكن أقول بما تلعب أو بماذا تلعب. جيد، طب لو أنني أريد أن أستفسر عن طعام مثلا للحيوان، جيد، عن طعام للحيوان، سأقول ماذا؟ سأقول طعام من أو ما؟ سأقول ما، طعام ما هذا؟ لأن ما هنا تعود على غير عاقل، جيد، تعود على غير عاقل. ممتاز، إذن هذه في هذه الحالة. طيب لو أننا أردنا أن نعرف ماذا، من يساعدني في الإعراب؟ من يساعدني في الإعراب؟ عما يتساءلون اسم مجرور. ممتاز يا أستاذ صفاء. من يعرب معي ماذا يحدث؟ كيف نعربها إعرابا صحيحا؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. ماذا يحدث؟ استفهام، اسم استفهام مبني على الفتح او السكون. يا استاذ اناني ويا استاذ من هذا، استاذ هذا تقول الفتح، استاذ هبه تقول السكون، استاذ حسن السكون، السكون السكون هو السكون. نعم، لنقول ما هذا، الفتح هنا مع الحرف دال الداء، لكن الألف ساكن، لكن طبعا لا نضع السكون، يعني لا نضع السكون على الألف لأنه معروف أنها ساكنة. جيد، فالحركة الأخيرة سكون. طيب ما إعراب يحدث؟ ما إعراب يحدث؟ فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. جيد، نعم. طيب
وأين الخبر؟ الخبر هو الجملة الفعلية يحدث، فنقول يحدث هذا جملة فعلية في محل رفع خبر. ما هذا أيضا نفس الشيء، ما هنا ستعرف خبر مقدم وجوبا، سنقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا، أود أن نذكر وجوبا لأنه هناك خبر يكون مقدم وجوبا وهناك خبر يكون مقدم جوازا. جيد، فهكذا. جيد، نعم. ايضا نفس الشيء هنا، ماذا تفعل؟ هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، في محل نصب مفعول به، هنا اصلها تفعل ماذا؟ طيب بما تلعب؟ ما، هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وهنا في محل جر مضاف اليه. طيب لماذا؟ وهو اسم استفهام للسؤال عن السبب. جيد، وهو يتكون من حرف جر زائد ماذا. فماذا في هذه الحالة ليس لها إلا إعراب واحد، وهو اسم استفهام مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. جيد، هذا إعراب الاسم لماذا، وهو يستخدم للسؤال عن السبب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد من لقاءات دورة الوداد في تعلم النحو العربي. في المرة الماضية كنا بدأنا في درس أسماء الاستفهام، وقلنا أن أسماء الاستفهام من المبنيات، وبدأنا في تعريف أسماء الاستفهام، وبدأنا أظن درسنا الهمزة وهل ومن وما وماذا ولماذا. جيد، طيب. وكنا قد بدأنا في أي، سنعيد على يعني نكرر كده الكلام عن إعراب أي اسم الاستفهام أي مرة ثانية. جيد، قلنا أي هو اسم استفهام يلزم الإضافة. أي هذا اسم استفهام يلزم الإضافة. ما معنى يلزم الإضافة؟ يعني لابد أن يكون مضافا دائما، يأتي بعده مضاف إليه. طيب، ويأخذ معناه من المضاف إليه. نحن نتكلم طبعا عن أي، وهي التي تكون بمعنى اسم الاستفهام، اسم الاستفهام. فتعريفه هو اسم استفهام يلزم الإضافة ويأخذ معناه من المضاف إليه. طيب كيف ذلك؟ عندما أقول أي رجل رأيت، أي رجل رأيته. كلمة أي هنا جاءت في هذه الجملة. طيب ممكن نقول جملة ثانية، أي كتاب قرأت أو قرأته. جيد، أي كتاب، أي كتاب قرأته. هنا سنقول أي، وهنا سنقول أي. طيب ما معنى أي في الجملة الأولى؟ ما معنى أي في الجملة الأولى؟ معناها من، يعني أقصد هي والمضاف إليه مباشرة، يعني كلمتين يكون بمعنى اسم آخر. فكلمة أي رجل نحذفها ونضع من، تساوي من رأيت. من رأيت. طيب أي كتاب قرأته، نقول ما قرأته أو ما قرأته.
يعني ما الذي قرأته أو ماذا قرأت، فممكن تأتي بمعنى من أو تأتي بمعنى ما. هذا بالنسبة لتعريف أي ومعنى. تمام. طيب إعراب إعرابه هنا سنقول تعريفه زيد، وهنا إعرابه. طبعا الميزة الكتابة أو استخدام الدرس في السبورة أنه يكون فيه تنشيط وتحفيز أكثر، فأخشى أنه بهذه الطريقة البعض ينشغل عنا، فأرجو الانتباه الشديد، يعني نرجو الانتباه الشديد للدرس. طيب إعراب أي، ما إعرابه أي؟ هو اسم، ما قلنا في المرة الماضية، هو اسم معرب وليس مبني. طيب لماذا ندرسه في باب المعربات؟ يعني أقصد في باب المبنيات، نحن الآن ندرس مبنيات الأسماء المبنية، لأننا قلنا أنه اسم إشارة، أنه اسم استفهام، ونحن ندرس أسماء الاستفهام، فبالتالي سندرسه معه أيضا في هذا الباب. تمام. كما درسنا هذان وهاتان مع أسماء الإشارة، واللذان واللتان مع الأسماء الموصولة، مع أنهما مع أنها كلمات معربة لكنها تدرس في بابها. طيب إذن هو اسم معرب، جيد، تتغير الحركة في آخره ويعرب حسب موقعه في الجملة، ويعرب حسب موقعه في الجملة. فقد يكون فاعل، قد يكون مفعول به، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، جيد، قد يكون مفعول مطلق، حسب ما يضاف إليه. يعني ننظر إلى الكلمة التي جاء الاسم في معناها ونعربها. كيف؟ مثلا قد تأتي أي مبتدأ، قد تأتي أي مبتدأ. طيب كيف ذلك؟ هنا سنقول مبتدأ، يعني قد تأتي مبتدأ. هل الشاشة واضحة والأمور تمام أو يوجد مشكلة؟ الشاشة واضحة للجميع الآن والكل متابع معنا؟ يعني طيب تمام. مبتدأ، متى يعرب الاسم أي مبتدأ؟ طيب يعرب الاسم أي مبتدأ إذا جاء بعده فعل لازم في الحالة الأولى، إذا جاء بعده رقم واحد فعل لازم، اثنان فعل متعد له مفعول به، ثلاثة جاء بعده اسم. طيب هيا نطبق ونأتي بجمل، نأتي بجمل على هذا. طيب إذا جاء بعده فعل لازم مثلا سنقول، هنا سنقول الحالة الإعرابية، هنا هنا سنقول الإعراب. طيب ما هي الحالة، متى يكون معربا بهذا الإعراب؟ وهنا مثال أو أمثلة. طيب سنقول مثلا على سبيل المثال أي أو أي كتاب قرأته، أي كتاب قرأته، أي كتاب قرأته، أو أي مثلا كرسي
أي كرسي جلست عليه؟ جلست عليه. أو نقول أي كما قال يعني جاء في بيت شعر قال النابغة الزبياني ولست بمسبق أخا لا لمه على شعث أي الرجال المهذب. طيب دعونا نفعل هذا بطريقة مختلفة هكذا نقول هذا هنا. طيب تمام. في الجملة الأولى نقول أي كتاب قرأته، فأي كتاب قرأته الكلمة أي أضيفت إلى كلمة كتاب، ثم جاء الفعل المتعدي قرأت وله مفعول به وهو الهاء، فخلاص الفعل جاء له مفعول به فتعرب أي هنا مبتدأ مرفوع، تعرب أي مبتدأ مرفوع. طيب أي كرسي جلست عليه؟ أي كرسي جلست عليه؟ أي هنا أضيفت إلى كلمة كرسي ثم جاء بعدها فعل لازم، فالفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به. جيد، كما قلنا في الجملة الأولى سنحذف أي وكتاب ونضع كلمة، ما هي الكلمة المناسبة؟ نقول ما قرأته أو ماذا قرأت، فأي هنا معناها ما. في الجملة الثانية أيضا نفس الشيء، أي هنا معناها ما. طيب قال النابغة لنعمان بن المنذر ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. طبعا نحن ما نريده من هذا البيت هو قوله أي الرجال المهذب، أي الرجال المهذب، طبعا نضع علامة استفهام، هذا ما نحتاجه في هذا البيت. طبعا معنى البيت سريعا أنه النابغة يعني وشي إلى النعمان بوشاية ضد النابغة، يعني أحد الناصرة ذهب إلى الملك ووشى بالشاعر النابغة، فغضب عليه النعمان فتركه الشاعر وذهب إلى يعني قبيلة أخرى، ثم يعني كتب قصائد من بينها هذا البيت يقول له، يقول يعني للملك ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. طبعا هو بيت جميل معناه جميل، يقول له أنك إن لم تصلح من شعث أخيك، شعث يعني الزلل والأخطاء التي يقع فيها الناس، إن لم تصلح، تلم يعني تصلح، جيد، إذا لم لا تصلح زلل أخيك وتقبله على زلله وتنصحه فلن تستبقي على أحد، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني لا تلمه على شعث هي صفة للأخ، جيد، ولست بمستبق أخا يعني لا يمكن لك أن تبقي على أحد، على أخ لك لا تلمه على شعث، يعني لا تنصحه ولا تقبل منه زلاته. ثم يتساءل أي الرجال المهذب، أي الرجال المهذب، هو طبعا هنا يسأل يعني من من الرجال الذي يتصف بصفة الكمال في الأدب مثلا، فيعني هو قال هنا أي الرجال المهذب، جيد، فاللم هنا لم الجنس تفيد جنس المهذب، جيد، فهل يوجد رجل مطلق الأدب؟ فهذا طبعا غير موجود، فيقصد يعني أنك لن تجد شخصا كامل الأخلاق وكامل الأوصاف.
هذا معنى البيت. لكن المقصود هنا قال أي الرجال المهذب، فأضاف أي إلى كلمة الرجال، ثم جاء الخبر، ثم جاءت كلمة، الكلمة هنا اسم وليست فعلا. إذن أي هنا تعرب أيضا مبتدأ، أي هنا تعرب ماذا؟ مبتدأ. جيد. ويمكن أن تكون المهذب هي المبتدأ وأي الرجال الخبر، يعني لأنه هنا الأمر مستوي، الكلمتان معرفتان، فيجوز أن تكون هذه مبتدأ وهذه خبر، أو هذه خبر وهذه مبتدأ، لا مشكلة فيها. طيب، يعني نفعل بعض الإعرابات سريعا. أي كتاب، ما إعراب أي؟ ما إعراب أي هنا؟ ما إعراب أي هنا؟ من يكتب لي إعراب أي؟ بالنسبة للفعل لازم متعدي، سندرسه إن شاء الله. أي، ما إعراب أي؟ مبتدأ مرفوع، اسم استفهام مبتدأ مرفوع على مطرفيه الضم. ممتاز. طيب، أحسنت، فهنا وقع مبتدأ. ممتاز. هنا سنقول أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. ممتاز. طيب، وكلمة كتاب طبعا تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طيب، أي كرسي نفس الشيء، أي الرجال المهذب أيضا نفس الإعراب. ففي الحالات الثلاث كلمة أي وقعت مبتدأ. جيد، وقعت مبتدأ. هذه الحالة الأولى التي يأتي فيها الاسم مبتدأ. طيب، يعني الحالة الأولى الإعرابية لكلمة أي. طيب، هل يمكن أن يأتي، تأتي كلمة أي خبر؟ نعم، ممكن تأتي خبر. خبر متى تأتي كلمة خبرا؟ إذا جاء بعدها فعل ناسخ أو فعل نقول ناقص ليس له خبر. يقولون يعني لم يستوفي خبره، يعني ليس له خبر. إذا جاء بعده اسم معرف. الحالة الأولى سنقول المثال: سأسافر، لحظة واحدة، أيا كان الأمر، يعني أنا أسأل ماذا كان الأمر، أيا كان الأمر. جيد. فهنا جاءت أيا وبعدها فعل ناقص وهو كان، واسمه موجود الأمر لكن ليس له خبر، ليس له خبر. إذن أيا هنا تعرب خبر للفعل الناسخ وهو كان. وإذا جاء، نعم، خبر طبعا مقدم وجوبا. طيب، أيضا في نفس الجملة، هذه نفس بيت الشعر، أنه جاء بعده اسم معرف. فنحن نعرف أنه يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، فهنا أي الرجال معرفة، لأن أي أضيفت إلى معرفة، والمهذب أيضا معرفة، فيجوز التناوب بين الجملتين. فمقصود أي الرجال المهذب، يعني معناها من المهذب. جيد، من المهذب. ما الفرق بين أن أقول من مهذب ومن المهذب؟ ما الفرق؟ يعني دي معلومة كده سريعين، ما الفرق بين أن أقول من مهذب من المهذب؟
طيب عندما أقول الله الكبير فكما جاء في القرآن مثل وهو الكبير المتعال، جيد، وهو الكبير المتعال، جيد. اللفظ الكبير هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى وحده، الغفار الرحيم، جيد، لكن لا يطلق على سواه، على ما هو سواه، لأن المقصود هنا أنه من يتصف بهذه الصفة بشكل كامل أو بالكمال. كذلك عندما أقول أي الرجال مهذب، ده شيء عادي، فلان مهذب وفلان مهذب، لكن عندما أقول أي الرجال المهذب، يعني من كملت فيه صفة الأدب، جيد. طيب نعرب أيا، نعرب أيا، سنقول أيا هذه خبر مقدم منصوب، خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح، جيد. ما هذا؟ نحن نتكلم خبر، معذرة، خبر، نعم هذا خبر، خبر كان مقدم لكنه منصوب، وأي رجال أي رجال هنا أي خبر مقدم وجوبا مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضم. طيب طيب متى يعرب أي مفعول مطلق؟ متى يعرب أي مفعول مطلق؟ في أي حالة نعربه مفعولا مطلقا؟ طيب يعرب مفعول مطلق إذا أضيف إلى مصدر ومن الفعل المذكور في الجملة، أضيف إلى مصدر من الفعل المذكور في الجملة، مثل ماذا؟ من يأتيني بجملة تنطبق عليها هذه الحالة؟ قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، جيد، ممتاز. طبعا أي منقلب ينقلبون هذه سؤال، جيد، سؤال، وليس أي هنا بمعنى أنها مفعول به، أنهم سيعلمون أي منقلب، لا، وسيعلم الذين ظلموا بعده، السؤال هو أي منقلب ينقلبون، فأي هنا، أي هنا، أي مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب هل المفعول المطلق منصوب وكيف منصوب وحالات المفعول المطلق سندرسها إن شاء الله. طيب أيضا ممكن نقول أي قراءة قرأت، أي قراءة قرأت، أي قراءة قرأت، نفس الشيء. طيب قد يعرب اسما مجرورا، قد يعرب اسما مجرورا،
اسم مجرور متى يعرب اسما مجرورا؟ إذا جاء قبله حرف جر، إذا جاء قبله حرف جر ونقول مثلا عندما أقول بأي وسيلة سافرت، بأي وسيلة سافرت، ممكن يأتي مثلا منادى، ممكن يأتي منادى. جيد، القراءة في أي قراءة مضاف إليه، ما احنا دائما قلنا دائما يأتي بعده مضاف إليه، دائما يأتي بعد كلمة أي مضاف إليه، لأنه قلنا تلزم الإضافة. جيد، تلزم الإضافة. طيب نعم، ممتاز. قد تعرب أيضا اسم مجرور كما في هذه الجملة، ونقول بأي، ذكرنا القاعدة في إعراب الحروف، ما إعراب ب، قلنا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أليس كذلك؟ يعني أليس كذلك؟ أليس هذا الإعراب صحيح أو خطأ؟ طيب أحسنت، مبني على الكسر، نقول بي أي وسيلة. طيب دائما حرف الباء مبني على الكسر دائما، لماذا؟ لأنه ليس لا يستقل بذاته، فكيف يكون ساكنا؟ جيد، وهو يأتي في أول الجملة، نفهم هذا، هو حرف واحد، فكيف يكون ساكنا ونحن نبدأ به ممكن نبدأ به الجملة مثلا؟ جيد، فدائما بي 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 مثل الواو، وا وا وا. جيد، فالحروف كلها جيد تكون مبنية، التي يعني تكون من حرف واحد، دائما مفتوحة دائما مفتوحة، مكسورة دائما مكسورة، لكن حروف اللي هي الثلاثية تمام مثل في، ممكن من، أو الثنائية ممكن تكون مبنية على السكون وتحرك أحيانا. طيب ممكن يعرب منادى، قد يعرب منادى، يعني إذن المقصود أن كلمة أي تعرب حسب موقعها في الجملة، ممكن تكون منادى، لا لكن أقصد منادى، لا يعني نحن نتكلم عن أسماء الاستفهام، إذا كانت خارج باب أسماء الاستفهام سندرسها فيما بعد ذلك، سندرس أي، يعني أي فيما دون الاستفهام تعرب في أي حالة إعرابية وقعت فيها لأنها اسم معرب، تمام؟ لا تحزني يا أستاذة أماني، معلش هكذا الدنيا، هلك زعلان عشان الامتياز يعني؟ طيب بارك الله فيك، انتهينا من أي، تمام؟ طيب ندخل على أين ومتى، أين ندخل على إعراب أين ومتى، أين ومتى إعرابهما يعني سهل. جيد، لحظة واحدة، بسم الله، طيب سنقول هنا أين ومتى، أين هو اسم استفهام
نسأل به عن المكان. طيب متى اسم استفهام نسأل به عن المكان؟ طبعا الاسمان مبنيان كما قلنا، كل الأسماء مبنية ما عدا أي. جيد. طيب من الزمن، نعم الزمن مع ذواته. متى اسم استفهام نسأل به عن الزمن؟ نقول وهما اسمان مبنيان ولهما إعرابان. هما كم إعراب؟ إعرابان. طيب نقول متى، متى تعرب ظرف زمان؟ متى تعرب متى ظرف زمان؟ متى تعرب متى ظرف زمان؟ إذا جاء بعدها فعل، إذا جاء بعدها فعل فإننا نعربها ظرف زمان. إذا جاء بعدها فعل، طيب مثال عندما نقول متى تنام، متى تنام؟ طيب كيف نعرب متى هنا؟ تكبير الجدول. طيب هو طلب من، طلب مني من منذ قليل أن أصغر والآن أكبر. ف طيب حاضر، الآن جيد، لحظة، بسم الله. الآن واضح، الكتابة واضحة. طيب في هذه الجملة متى تنام، متى هنا أعربت تعرب ظرفا، فنقول متى هذا اسم استفهام مبني على ماذا؟ السكون في محل نصب ظرف زمان. بقيت في محل نصب ظرف زمان. طيب تعرب متى أيضا خبر مقدم، متى تعرب خبر مقدم؟ إذا جاء بعدها اسم، إذا جاء بعدها اسم. طيب الحمد لله، فنقول ماذا؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أصل الجملة ماذا كما قلنا سابقا؟ أصل الجملة أنت أين؟ أصل الجملة أنت أين؟ لكن قدمت أين لماذا؟ لماذا قدمت أين؟ ذكرنا هذا قبل ذلك، لماذا قدمت أين؟ ها متى ماذا؟ نتكلم عن، نعم طيب نتكلم عن متى، معلش سامحوني، متى الغداء؟ متى الغداء؟ نحن في متى. طيب يا أستاذة حمام، لأن لها الصدر، لأن لها الصدر يعني تأتي في بداية الكلام، وقلنا يعني العلة في ذلك أن يتضح من سياق الكلام أن هناك سؤال. طيب فنقول متى، جيد، خبر مقدم مبني على السكون، لا طبعا سنقول اسم استفهام مباشرة كذا، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوبا، خبر مقدم وجوب. طيب أين،
هنا تعرب كما قلنا أيضا، ممكن هنا تعرب ظرف مكان متى إذا جاء بعدها فعل. طيب مثال ماذا؟ أين تدرس؟ أين تدرس؟ لا أنا نقول إذا جاء بعدها فعل يا أستاذة أمين. فأين هنا في هذه الجملة إعرابها؟ أين إعرابها؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. طيب نعم. طيب وتعرب خبر مقدم وجوبا أيضا متى؟ قلنا إذا جاء بعدها اسم، فنقول أين أنت؟ زيد أين أنت؟ فنقول اسم استفهام مبني على طبعا هنا الفتح، مبني على الفتح محل نصب في محل رفع خبر مقدم وجوب. طيب هذا اسم وضمير، هو الضمير من الأسماء أو من الأفعال يا أستاذ أماني أو من الحروف؟ الأسماء تنقسم إلى تقسيمات كثيرة. نعم أنا أتكلم عن أنت، هي اسم أو فعل أو حرف. عندنا ثلاثة أقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. فالأفعال معروفة، الحروف معروفة، بقية ذلك أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر أيضا من الأسماء، الضمائر من الأسماء. طيب إذا هذا إعراب أين ومتى، إعراب أين ومتى. طيب طيب ندخل على، هل درسنا كيف؟ كيف أظن لم ندرس كيف، صحيح؟ كيف طيب أيضا هي اسم استفهام للسؤال عن الحال، لها ثلاثة إعرابات، ولها كم إعراب؟ ثلاثة إعرابات. طيب الإعراب الأول أن تعرب خبر مقدم، تعرب ماذا؟ خبر مقدم. متى تعرب خبر خبرا مقدما؟ إذا جاء بعدها اسم، مثل ماذا؟ نعم يا أستاذة هبة، كيف حالك؟ زيد أو كيف حالك؟ أقول كيف حالك؟ زيد. أصل الجملة، أصل الجملة هذه هي حالك كيف؟ لأنني أسأل عن الحال ولا أسأل عن الكيف، يعني أنا مقصود السؤال أنني أسأل عن الحال، فالحال هو المقدم، الحال هو المبتدأ الذي ينبغي أن أبتدئ به الكلام، لأنني أسأل عن حالي وليس عن كيفه. جيد؟ فأصل الجملة حالك كيف؟ حالك كيف؟ جيد؟ طيب فنعرب كيف؟ نقول ماذا؟ ما يعرب كيف؟ ما إعراب كيف؟
استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. احسنتي، بارك الله فيك. اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. طيب، من القرآن كده، عايزين من القرآن ازاي في محل نصب يا استاذ صفاء؟ مقدم وجوب حاضر. كيف في محل نصب؟ هو خبر، الخبر هنا مرفوع. حضرتك يعني تنظرين الى ذكرنا هنا انه اي تاتي خبر، وقلنا هنا خبر منصوب لانه خبر كان. اين الحال؟ لا 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 لا، انا اقول لك تسال عن الحال، ولها ثلاث اعرابات. الاعراب الاول خبر مقدم، هذا الاعراب الاول، لم نتحدث عن الحال الان. طيب، من القران يوجد في القران اين تعرب خبر مقدم؟ حالك مبتدأ، حال هذا مبتدأ مرفوع على مرتفع الضمة، مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع على مرتفع الضمة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ها، أين في القرآن؟ فكيف إذا نتكلم عن أين؟ كيف إذا جئنا؟ فكيف إذا جمعناهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ احنا عايزين كيف يأتي بعدها اسم، يأتي بعدها اسم. صحيح يا أستاذ صفا. طيب، الإعراب الثاني لكلمة كيف أن تعرب خبر كان، أن تعرف خبر كان. جيد، متى؟ عندما يكون بعدها فعل ناقص. طبعا سنقول خبر فقط، لأنه ممكن تكون خبر كان، خبر ليس. طيب، فنقول كيف كنت أمس، كيف كنت أمس، كيف كان عاقبة المكذبين. ممتاز، كيف كان عاقبة المكذبين. نعم، كيف كان عاقبة المكذبين. أحسنت. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم، ممتاز. لكن فعل هنا عايزين فعل ناقص يا أستاذ أمين، الله يبارك فيك. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ احنا عايزين فعل ناقص. يعني فعل ناقص يعني كان أخواتي، كان أصبح أمسا، وأقول كيف أصبحت، يعني أصبحت كيف. جيد، فأصل الجملة كان عاقبة المكذبين كيف، فكيف هنا هي الخبر. كنت أمس كيف، كنت أمس كيف، كيف يكون للمشركين عهد. لا، هنا لابد أن نقول شرط ليس له خبر. لكن كيف يكون للمشركين عهد، أطلها كيف يكون عهد للمشركين. فالخبر والاسم والخبر موجودان، تمام، الخبر والاسم موجودان. فهنا لابد أن يكون هناك فعل ناقص ليس له خبر، فعل ناقص ليس له خبر. كيف كان نكير. نعم، نكير كان كيف. جيد، أو كان نكير كيف، تفهمين. نعم، بارك الله فيكم. إذن عندما نعرب سنقول كيف
طبعا احنا مش لا نعرض، لانه ده طبعا معانا في القرآن، فلا بد ان احنا نفهم المقصود من الكلام من خلال ضبط النحو، من خلال ضبط النحو. ويعني من وصلته الرسالة اليوم قول الأصمعي، انه اخشى، اظن كان قول من الأصمعي، اخشى على من على المحدث الذي لا يتعلم النحو ان يقع في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جيد، يعني مهم جدا ان نتعلم النحو بشكل صحيح. قاله الأصمعي. طيب، فإعراب كيف هنا سنقول: اسم استفهام مبني، لا ليس توبيخا، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان، ونقيس عليها ونقيس عليها كل ما أتى على هذا بهذه في هذه الحالة، إنه يكون بعدها فعل ناقص ليس له خبر، يعني يقولون هكذا: فعل ناقص غير مستوف الخبر، غير مستوف الخبر، لم يستوفي الخبر. تمام. طيب، الحالة الثالثة من إعراب، حالة ثالثة من إعراب كيف؟ الحالة الثالثة الإعراب كيف، وهي أن تعرب في محل نصب حال، في محل نصب حال. إذا جاء بعدها فعل، جيد، إذا جاء بعدها فعلا فتعرب، طبعا فعل تام ليس فعل ناقص، إذا جاء بعدها فعل تام ليس فعل ناقص. طيب، فمثل مثلا عندما نقول: كيف تدرس النحو، كيف تدرس النحو، فهنا تعرب كيف حال، تعرب كيف حال. جيد، فنقول إعرابها كيف هنا حال منصوبة وعلامة نصبها، لا طبعا سنقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. في محل نصب حال. طيب، إن شاء الله نعرض كم وننتهي إن شاء الله. طيب، نكمل الدرس. نتحدث الآن عن كم، ونقول أن كم هي اسم استفهام يسأل به عن العدد المبهم، ولا بد لها من تمييز المنصوب
وهذا التمييز يكون مفردا ونكرة غالبا. طيب مثال، أقول كم طالبا في الفصل، كم طالبا في الفصل، ممتاز. وكم لها نوعان، أولا كم الاستفهامية ونسأل بها عن العدد، كم طبعا هنا نقول طالبا، جيد، كم طالبا درس، فأنا أسأل يكون هناك جواب مثلا خمسة طلاب، جيد، خمسة طلاب هذا جواب. لكن كم الخبرية، تكون الإخبار عن الشيء وأتي بعدها اسم مجرور فأقول كم طالب درس، جيد، أنا قلت كم طالب درس معي، أنا أريد أن أخبرك أن هناك عدد كبير من الطلاب درسوا معي، فأقول لك كم طالب درس معي، كم طالب درس معي، جيد. إذن هذا الفرق بين نوعين من أنواع كم. طيب طبعا حديثنا عن كم الاستفهام، عن كم الاستفهامية. طيب حالاتها الإعرابية، حالاتها الإعرابية، ما هي الحالات الإعرابية لكم؟ طيب أولا واحد، تعرب اسما مجرورا، إذا جاء قبلها حرف جر، إذا جاء قبلها حرف جر، فأقول بكم القميص، بكم القميص، جيد، بكم درهم، طيب إذا جاء قبلها، إذا جاء طبعا نعم قبلها حرف جر، فأقول بكم القميص، جيد، أو بكم درهما، أقول بكم درهما، بكم درهما، لأنه ممكن التمييز يحذف فنقول بكم القميص فقط، يعني تمييزها قد يحذف، يعني لا بأس في هذا، جيد. فهي في هذه الحالة كيف نعربها؟ ما إعراب بكم هنا؟ ما إعراب كم في هذه الجملة؟ نعم الإعراب الصحيح هو اسم استفهام، جيد، مبني على السكون في محل جر، طبعا اسم مجرور لأنه يوجد قبلها حرف جر. طيب اثنين، تعرب مفعول مطلق، تعرب ماذا؟ مفعول مطلق. طيب متى تعرب مفعولا مطلقا؟ كلنا كبينا طيب مفعول مطلق في حالتين، تعرب مفعولا مطلقا في حالتين، ننتبه بركة. الحالة الأولى
إذا جاء تمييزها، إذا جاء تمييزها مصدرا جيد من الفعل المذكور في الجملة. طيب إذا كان تمييزها مصدرا من الفعل المذكور في الجملة فنقول كم قراءة قرأت، كم قراءة قرأت. فهي التمييز هنا مصدر جيد للفعل المذكور وهو قرأت. اثنين إذا كان تمييزها مرة، يعني كلمة مرة جيد، فأقول كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم جيد. جيد. طبعا في هاتين الحالتين سنعربها مفعول مطلق، مفعول مطلق. طيب فأقول كم مفعول، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب. طبعا احنا عرفنا المفعول المطلق منصوب في محل نصب مفعول مطلق. طيب الإعراب الثالث لها تعرب مفعول فيه، مفعول فيه، يعني إما أن تكون ظرف زمان أو ظرف مكان. جيد، ظرف زمان أو ظرف مكان. طيب فنقول متى تعرب ظرف زمان؟ إذا كان تمييزها ظرفا، إذا كان تمييزها ظرفا وفي الجملة، وفي الجملة هذه شروط، وفي الجملة فعل تام، أو إذا كان تمييزها ظرفا وفي الجملة، طبعا ظرف زمان أو ظرف مكان، فعل ناقص مستوف الخبر. أعلم أن المحاضرة ديت دمها ثقيل إلى حد ما، إن شاء الله سننتهي الآن. طيب نريد أمثلة، نريد أمثلة على هذا. مثلا سأقول كم ساعة نمت، كم ساعة نمت، أو نقول كم كيلا مشيت. فهنا ستعرب كم ظرف اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف. زمان طبعا. وهنا كم كيلا أو كم ميلا مثلا مشيت، فنقول في محل نصب ظرف مكان. هذه الحالة الأولى. أو نقول الخبر فعل ناقص
تمييزها ظرف والخبر فعل ناقص له خبر. فنقول كم ساعة كنت تقرأ، كم ساعة كنت تقرأ، أو كم ساعة أم كم ميلا أصبحت تمشي. جيد. فهنا نعم الظرف التمييز ظرف وهو ساعة أو ميلا، ويوجد فعل ناقص وهو كنت أو أصبحت. جيد. لكن يوجد الخبر، خبر يعني كنت تقرأ، تقرأ هنا خبر كنت، تمشي خبر أصبحت. ففي هذه الحالة أيضا تعرب كم ظرف زمان وظرف مكان. لكن إذا لم يستوفي الفعل الناقص الخبر، جيد، فلا بد أن نعرب كم خبرا، لا بد أن نعرب كم خبر. طيب لماذا؟ ما هو يعني لماذا؟ يعني مثل في الجملة الأولى، لو أنني قلت كم ساعة كنت، طبعا بصرف النظر عن صحة الجملة أو خطأ، لكن لو أنني قلت كم ساعة كنت وسكت، جيد، لماذا ينبغي أن أعرب كم هنا خبر منصوب للفعل كنت؟ ما هو السبب؟ تمييزه يعني نعم الكلمة التي تأتي بعدها، ساعة كيلا ميلا. نعم هو لأن الخبر عمدة، يعني في حالة حذف الخبر من هنا، أنا أقصد هذا، في حالة أن حذفنا الخبر كم ساعة كنت، جيد، طيب بصرف النظر كما نقول عن صحة الجملة أو خطأها في المعنى يعني. لكن تركيبيا هي الجملة صحيحة، لماذا لا نعربها ظرفا؟ لأن الخبر خبر الفعل كنت محذوف، والخبر عمدة. ما معنى عمدة؟ يعني يجب أن يكون الجملة فيها خبر، فلا بد أن نعرب كم خبر لكنت. جيد. لكن إذا كان الخبر مذكورا فلا بأس بأن نعرب كم، يعني هنا ينبغي أن نعرب كم ظرف زمان. فيما دون ذلك تعرب كم حسب موقعها في الجملة، يعني الحالات التي ذكرناها، الحالات التي ذكرناها هي الحالات التي لها إعراب معين، لكن بقية أسماء الاستفهام تعرب حسب موقعها في الجملة. من أسماء الاستفهام المستخدمة أيضا اسم استفهام أيانا، وربما يعني لا نستخدمه كثيرا لكنه اسم موجود وقد ورد في القرآن الكريم. طيب اسم الاستفهام أيانا اسم استفهام يسأل به عن الزمان مثل متى، فأقول أيانا الاختبار بمعنى متى الاختبار، متى الاختبار. وقد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى وما يشعرون أيانا يبعثون، وأيضا قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقوعها أو متى ترسو متى تحدث. طيب الاسم أيان له إعرابان، الإعراب الأول أن يقع اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمن، قلنا يسأل به عن الزمان، متعلق بالفعل الذي يليه، وطبعا أيان قريبة من أين لكن المعنى مختلف، أين يسأل بها عن المكان، أيانا يسأل بها عن الزمان. طيب الإعراب الأول أن تعرب في محل نصب ظرف زمان، منه قوله تعالى وما يشعرون أيانا يبعثون، لا يعني لا يدرون متى يبعثون. الإعراب وما، الواو طبعا تعرب حسب ما قبلها، ما نافية لا عمل لها، يشعرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة في محل رفع فاعل. طبعا سندرس إعراب فعل المضارع بأنواعه وأشكاله كلها والضمائر إن شاء الله. أيانا ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بالفعل يبعثون، يعني وما يشعرون أيانا يبعثون أنهم متى يبعثون، فأيانا مرتبط بيبعثون وليس يشعرون، يعني المقصود أنهم لا يدرون متى يبعثون.
جيد، وليس المقصود أن أيانا مرتبطة بيشعرون، لا، مرتبطة بالفعل الذي يليه. جيد. طيب، الإعراب الثاني لهذا الاسم هو أن يعرب في محل رفع خبر مقدم إذا تلاه اسم نحو أيان الحضور، متى الحضور. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى المرسى، يعني عندما نقول السفينة ترسو يعني تستقر في مكانها، فنقول متى تكون الساعة أو متى تقع الساعة. يسألونك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وهو الجماعة في محل رفع فاعل، والكاف هي يسألونك ضمير متصل في محل نصب مفعول به، عن الساعة جار ومجرور متعلقان بيسألونك. أيانا اسم استفهام مبني على الفتح متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، مرساها مبتدأ مؤخر. يعني المقصود يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، أيانا يكون مرساها، يعني مرساها أيانا، مرساها متى يكون، هذا مقصود متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، يعني الجملة هي مرساها أيانا، والظرف متعلق بمحذوف هو مرساها يكون أيانا، فهو متعلق بربما فعل محذوف أو حسب المقدر. وكما قلنا أن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة، ولذلك جاءت يسألون عن الساعة أيانا مرساها وليس مرساها أيانا، فأيانا هذا خبر مقدم وجوبا، مرساها مبتدأ مؤخر وجوبا. بهذا نكون قد تقريبا انتهينا من الحديث حول أسماء الاستفهام، وننتقل إلى درس آخر بإذن الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.